وبكينا عالبال ذكرى وعبرة أصدق الود فينا بأعلى صوتنا وصدانا باسم المدرسة ومعلمينا يا فوجنا يا جميل صعب أن نلقى بديل نحن نحبكم ولكن حان وقت الرحيل وآخر الكلام نقول ندعو لكم بالنجاح وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون لأنه إذا إحنا بنبني مدرسة منسكر سجن فأبو نزيه سكر عشرات بل مئات السجون لأن أولادنا المميزين ممنوع يكونوا في داخل السجون لازم دائما يكونوا مميزين ودائما بدنا اياكم مش على دكه الاحياء الاحتياط لان المجتمع الاسرائيلي بده ناس اللي يكون الند بالند لانه احنا ما تعلمناش نكون على الهامش وممنوع تكونوا على الهامش اخي مدير المدرسه الدكتور سيف ابو صالح عضو الكنيسة الأخ مسعود غنايم الشاعر الكبير ابن البلد الجار بير المكسور أهلا وسهلا فيك الأهل الكرام الإخوة الأخوات الهيئة التدريسية الخريجين دائما بتسمعوا كلمة التربية والتعليم للمجتمع العربي التعليم مهم بس مش أقل أهمية التربية لأنه بالفترة الأخيرة بقولها وبألم بلشنا نحكي عن العنف عن التجارة بالسلاح الغير مرخص أو حتى المرخص لأن أنا قلت السلاح هو سرطان لأنه السلاح الغير مرخص لما بيصل لإيدينا وبهاي السهولة كل واحد مننا لازم يسأل حاله ليش بهاي السهولة بيصل للشاب العربي وعشان إيش؟ فعلشان هيك بدي اقول لكم الشهاده الجامعيه مهمه ولكن مش اقلها اهميه التربيه مع منتج لانه بس من خلالكم انتم ممكن احنا المجتمع العربي يتحول من مجتمع مستهلك لمجتمع منتج لانه احنا طبيعي واضح كل واحد بده شغله صار يسافر وين على الصين يعني كنا زمان نقول اطلب العلم ولو بالصين اليوم عشان بدنا اشياء اساسيه اللي كل واحد منا بيقدر يصنعها نروح نجيبها من الصين فعلشان هيك ثقتنا فيكم كبيره انه انتم تخلونا ما نروحش على الصين انما من هون من طين بلادك بدنا عمليا تحولونا لمجتمع منتج وثقتنا فيكم هالقد كبيره بديش اطيل عليكم لانه في عنا تخريج في مدرسه المتنبي فانا بدي بس اتمنى لكم حياه سعيده ودائما وين انتم بتروحوا اعرفوا انه احنا راح نكون الى جانبكم لانه انتم مستقبل هذا المجتمع وانتم بتمثلونا كلياتنا واقمنا دارا للمعلمين وسنعمل بعونه تعالى على اقامه الجامعه العربيه الاولى في الجليل هذا عهد علينا فقسما عظما ستقوم الجامعه إخوتي هذه المؤسسات أقمناها في الجليل أقمناها في الجولان أقمناها في المثلث أقمناها في الشغور أقمناها في النقب أقمناها في راهط أقمناها في حورة أقمناها في القدس الشريف كل المدارس في القدس الشريف 800,000 إنسان كل هذه المدارس تعمل تحت شعار كلية سخنين